الحاج انا بقى اظبط الحاج بقى عشان ما يزعلش. محمود عبد المنعم كهربا، عشان انت ما تزعلش وهو ما يزعلش. يعني زي ما قلنا واتكلمنا ان عندنا مشكله في ثقافه تقبل الفوز والهزيمه. شايف احتفالات كبيره جدا، يعني دي تحطكم في وضع، عارف عايز اقول لك ايه، يعني انتوا دلوقتي في موقف لا يحسد عليه، يعني مطالبين في كاس العالم ان انتوا تحققوا نتائج كبيره جدا بالاهتمام اللي الشارع المصري مهتم بيكم دلوقتي. عارف اول حاجه حضرتك انا هقولها ان احنا يعني مفرحناش باللقب قد ما فرحنا بالشعب المصري كان مبسوط ازاي. والله عيون الناس كلها وكانوا فرحانين فرحه، ده اللي انا فرحان بيه والله العظيم. انا مش فرحان باللقب غير الشعب المصري كله كان فرحان بيه، ده اللي كان واصل لي. انت حاجه يعني توقعته الاستقبال اللي كان في المطار؟ انا عارف ان الاستقبال طبعا كبير، لان انا على طول اهلي، لان عايز اقول لك حاجه، مصر القديمه كلها اللي هي منطقتي عملوا لي احتفاليه كده، حاجه يمكن لو ما شاهدتها احتفاليه في مصر القديمه، ناس كتير جدا، حتى ناس كتير جولي. كابتن ربيع جاي لي تاني يوم، يعني احنا جينا لحد كابتن ربيع جالي هو ومراته تاني يوم، كابتن شوبير وكابتن حسن شحاته، يعني ده عملت الدعوه عامه فكل الناس جت. فالاحتفالات ديت كنت مبسوط منها قوي، كنت فرحان جدا طبعا ان الشعب المصري كان مبسوط، واحنا ان شاء الله يعني ادي الثقه اللي الشعب المصري مديها لنا والاعلام وكل ده، ان شاء الله نعمل حاجه في كاس العالم باذن الله ونوصل للفاينل باذن الله. انا شايف ان في كان مسانده ليك من والدتك ووالدك، يعني في مساندينك باور ليك في الكوره ومن حابين ان انت تبقى لعيب كوره. انا من عندي 10 سنين انا بلعب كوره لحد دلوقتي اهو، يعني كمان يوم السبت الجاي هتم 19 سنه ان شاء الله. فهم من بقالي 9 سنين هم اللي جاي دوت. ان شاء الله اديله واحده يا ياسر، اديله واحده يا ياسر. يعني الجمعه السبت، طيب كل سنه وانت طيب وحضرتك طيب. طبعا ربنا تم 19 سنه 19 سنه يعني لسه قاصر. لسه السنه بقى كمان. بنعمل بطولة افريقيا للشباب، كنت انت فيها برضو ايش الناشئين اللي هي يعني تعتبر. قلت ايه ده، هو يعني دبل فيست تلعب وشيل ولا ايه؟ وكنتوا يعني عارف كنت فرقه غريبه. كان مين بيضربكم؟ كابتن محمد عمر. كابتن محمد عمر بص، لا احنا كنا فرقه جامده جدا، وكابتن عبد الحميد. ايوه عبد الحميد وكابتن هيثم فاروق. انا كنت عارف ان احنا نعمل حاجه في كاس افريقيا ونوصل كاس العالم، بس المشكله اللي احنا قبلها باسبوعين عملوا علينا كشف اللي هو التزوير دوت. يعني طلعوا 8 من عندنا بيلعبوا السيين ما سافروش معانا عشان هم طلعوا اللي هم فوق السن. وهم فعلا كانوا فوق السن؟ كانوا فوق السن، لان كان في كشف، جاء جهاز من بره كشف على ايدينا على الحته دي كده بالظبط. فعرفوا السن من عرفوا السن كام اللي هو بيعدي ال 17 سنه، كان عندنا 17 سنه ساعتها. فعرفوا ف8 طلعوا. فانت حضرتك بقى يعني من اسبوعين، وبعد اسبوعين اول ماتش كاس افريقيا. فانت حضرتك جبت 8. ده اتكرر تاني معاكم وانتوا رايحين لا ده هو منتخب الناشئين بس. منتخب الناشئين الصغيرين. كان الشباب لا. كان تحت كام ده؟ 16؟ 17 سنة. 17 سنة. كان منتخب الشباب لا. انتوا اتغلبتوا أول ماتش وكسبتوا تاني ماتش واتغلبتوا تلات. كسبنا أول ماتش. كسبتوا أول ماتش. غلبنا تاني ماتش، اتغلبنا تلات ماتش. فحضرتك جبت 8 لعيبة من البيت. انت حضرتك يعني لما اللعيب ما يروحش المنتخب دي نفسيته تبقى في الأرض. ولاعب الكرة لازم يكون نفسيته مرتاحة عشان يقدر يديك. كنت متألق فيها برضه؟ كنت كويس، عشان ما كنت انا برضه يعني ظاهر فيها، كنت انا ومحمود وحيد برضه، عشان باك ليفت المفروض كان يسافر معانا بس مصاب، هو ده اللي ساعدنا كاس افريقيا على منتخب الشباب. في التصفيات الاول. هو جاب الجون فالشاذية بتاعت رجله، فهو معايا في انبي برضه، فهو لعيب كويس يعني فاتصاب يعني. ده هيبقى متواجد معاكم في كاس العالم؟ كاس العالم ان شاء الله يكون متواجد. بس فهو ده ربنا يعني، يعني ما تمنيش الخير في ماتش في كاس افريقيا الناشئين، فربنا اداني في كاس الشباب الحمد لله. يعني بتفكر في ايه يا كهربا؟ انت ماضي مع ام بكام سنه؟ انا كنت ماضي 3 سنين، فعدى سنه كان ايام الكابتن حسام بدري. فعدل لي يعني، عدل لي عادي وجدد لي كابتن حسام البدري. حسام بدري ففاضل لي كده. كابتن حسام عارفك وحافظك وفاهمك. ما هو حضرتك يعني انا في البطوله طلع، فكابتن اسلام الشاطر في البرنامج بتاعه مش عارف برنامج ايه، كان بيساله قال له مين اللعيبه اللي عجبتك في كاس افريقيا؟ فقال له محمود عبد المنعم كهربا. فطبعا انا مبسوط يعني بشده كابتن حسام بدري، لان هو برده يعني هو مرني برده وشارك برده في يعني اللي هو يعمل معايا حاجه كويسه. طب انت حابب تكمل مع انبي بالامانه كده؟ بامانه انا يعني حابب طبعا ان انا اكون مع انبي، لان اداره كويسه ومفرر لنا كل حاجه. بس يعني لو ما كملتش مع انبي يكون ان شاء الله بره مصر باذن الله. بره مصر ان شاء الله. انت دماغك بره مصر؟ بره مصر ان شاء الله، مش في مصر. لان مش اهلي يعني. لا مفيش. مش هقول زمالك لان شكلها بعيده قوي. الزمالك؟ لا الزمالك بعيد طبعا. الزمالك بعيده جدا. بعيده يعني من الكلام اللي انت بتقوله على العيله وعلى الحاج وعلى الحاجه واخواتك ان عيله اهلاويه صرف يعني. هو اهلاويه طبعا، بس يعني الاولويه تيجي لنادي انبي.
يعني اولويه نادي انبي. نادي انبي هيبيعك؟ لو ما جاليش فين يعني؟ ما لو ما جاليش عرض مناسب للنادي انبي وليا يعني شيء يليق باسم باسم نادي انبي طبعا الفتره الجايه، والنادي الاهلي والزمالك اتدخلوا في مفاوضات. انا نادي برضه حطيت الزمالك في جمله مفيده. ما انا هقول لك على حاجه، انا يعني نادي انبي هو اللي يقرر. يرنيش بقى بقول لك ايه تلعبني. انا مش 19 سنه مش حارك اصلا. بلاش انا نجم. هقول لك على حاجه، يمكن جماهير الزمالك مبسوطه يعني على طول بيكلموني عشان خاطر انا قلت في برنامج ان انا مثل الاعلى في مصر شيكابالا. بس داخل الملعب لان شيكابالا بحس اللي هو يعني انا زي لاعب بس داخل الملعب. داخل الملعب اشمعنى؟ عشان المشاكل اللي بعملها كتير ديت يعني وكده، فانا بزعل عليه. انا عشان انا بحبه جدا يعني. بتكلم كلام اكبر من سنك خلي بالك. انا بص انا عندي 19 سنه بس مش ماليش صحاب في سني الا 3 4 اللي هم اصحابي من صغري. كل اصحابي اكبر مني بكتير لان انا من صغري يعني عقلي كبير وبعرف اتكلم يعني. حتى الناس كلها بتتكلم معايا كده ان انا انسان كبير. مدي على الشناوي شويه شويه ناس كتير. مدي على الشناوي شويه ناس كتير بتتكلم تقول لي الشناوي يعني لقيت كده الوقفه وانت بتتكلم والصوت كده فحسيت الشناوي. الشناوي فعلا يعني والصديق ليا خلينا في شيكابالا من ماشي ماشي ماشي. يعني انت حاسس ان شيكابالا بيعمل مشاكل بره الملعب؟ فانا انت واخده مثل اعلى ليك جوه الملعب وبرده يعني خارج الملعب برده واخده مثل اعلى ليا. بس المشكله اللي هو قلبه طيب زيي يعني. قلبه طيب يعني حاسس لو مثلا ممكن يعمل مشكله بعديها بساعه ولكن عمل حاجه. قلبه تحس ان هو طفل صغير. لكن انت مش مثير للمشاكل يعني. لا ماليش في المشاكل خالص. انا كنت بعمل مشاكل يعني بس قطه مغمضه. كنت زمان كنت بعمل مشاكل يا غنان. زمان كنت بعمل مشاكل بس خلاص. لما انا اصغر واحد يمكن استعدت درجه اولى في مصر، يمكن استعدت 16 سنه ونص. فاول ماتش لعبته 17 سنه كان زي كابتن احمد فتحي وكابتن احمد حسن ميدو كويس. ففي سنهم برضو فحاجه طبعا يعني حاجه كبيره ليا طبعا لما اطلع كده. فاول لما طلعت نسيت المشاكل لان الغلطه بفوره يعني في الدرجه الاولى لما تيجي تعمل مشكله بتبعد كتير قوي يعني. مش ده بيتكلم كلام كبير قوي. انا هقلع النضاره. قول يا نجم. فالمشاكل بتبعدك كتير قوي يعني لو عملت مشكله فبتبعدك. فانا لما كنت في الناشئين في نادي انبي عملت مشاكل يعني كنت صغير يعني ما كانش حاجه تتحسب عليا. لكن دلوقتي كل حاجه بتتحسب عليا. اي كلمه بقولها بتتحسب عليا. طب انت دماغك واخداك للاحتراف؟ ده اول حاجه يعني حاجة. يعني خلينا واقعيين دلوقتي. انت دلوقتي جالك مفاوضات مع النادي الاهلي عايزك وطبعا عايز اقول لك ان في يعني في عندك في شهر 6 فرصه كبيره جدا 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 ان انت تعرض نفسك بجد. يعني سيبك افريقيا بتبقى الشريحه محدوده شويه، انما في كاس العالم يعني كل سماسره العالم تبقى موجود. اوروبا كلها بتتفرج طبعا. كاس العالم كله بيتفرج على كاس العالم ده. بس